استشهاد طفل جراء سقوط برميلين متفجرين قرب دوار الحلوانية في حي طريق الباب، وغارات لطيران النظام على حي الصاخور ومدينتي عندان وعزاز ومحيط السجن المركزي. قصف جوي على مدينة تلبيسة بحمص، وغارات جوية على حي جبيلة بدير الزور. الائتلاف يعتبر العفو الصادر عن الأسد بأنه إتمام لمسرحية الانتخابات، ويحذر السوريين من الثقة بعبارات العفو، مؤكدا أن الالتفاف عليها متاح بالاستثناءات الواردة فيه. الخارجية الأمريكية تعلن عدم ثقتها بإعلان الأسد العفو، وتؤكد أن النظام لم يظهر أي احترام لحياة الإنسان من خلال استخدامه الأسلحة الكيميائية والبراميل على الأحياء السكنية. السفير الأمريكي السابق روبرت فورد يقول إن استمرار التردد في تمكين المعارضة المعتدلة في سوريا ضد النظام والمتطرفين سيضع الولايات المتحدة أمام ضرورة التدخل ضد القاعدة في سوريا. جماعة الإخوان المسلمين في سوريا تعلن رفضها تهنئة الائتلاف الوطني للسيسي على رئاسة مصر، وترى فيها تناقضا مع مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة. الائتلاف الوطني يفتح مكتبا للدائرة القانونية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بغية متابعة قضايا جرائم نظام الأسد واستعادة الأموال المهربة من قبل النظام. We'll be right back.